السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة نادية للطبخ والحلويات. اليوم نحضر معكم عجينة لي تارت لي بكيلو ديال الفرز. كنخرج بها هاد الكمية كاملة فيما كتشاهدوا معايا. مشيو دابا للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غنحتاج هنا 4 صفار البيض، 400 غرام سنيدة، 400 غرام ديال الزبدة حيوانية، نصف كأس ديال الماء، وناطة. أنا هنا اختاريت ندير فيها نكهة ناطة. بالنسبة اللي ما عندوش غيدير فيها الفاني، وكيلو ديال الفورس. مشيو دابا لطريقة التحضير. نجيب دابا الدقيق نوضع فيه السنيدة. بالنسبة للسنيدة أنا دايرة فيها معلقة صغيرة ديال الملح. نخلط الكل زيان، من بعد نضيف قطع ديال الزبدة. من بعد غنضيف الكل في العجانة، نخلي حتى ديك الزبدة تدخل هكا في الدقيق، عاد غنضيف لها البيض كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما ترملت العجينة ديالنا، من بعد غنضيف البيض معلقة صغيرة ديال نكهة ناطة. صراحة كتعطيها واحد اللذة زوينة، نبغيكم انكم تجربوها. ومن بعد كنضيف داك نص كاس ديال الماء. تمسك العجينة ديالنا. من بعد كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما العجينه ديالنا تماسكت نكورها دابا كويرات. ضروري رشوا طويله بشويه ديال الفورص باش ما تلصقش لينا العجينه. نقادها بحال هكا، من بعد غنقسم العجينه خمسة كويرات وغنقادهم بهذا الشكل. انا هنا غنخليها ترتاح مدة ليلة كاملة، عاد غنبدا نخدم بها. الا كنتو هكا زربانين يمكن لكم تخدموا بها، تخليوها ترتاح غير ساعة في الثلاجة وعاد تخدموا بها. انا هنا تركتها ليلة كاملة. نجيب بلاطو وغنوضع الكويرات ديالي. ضروري ما بين سميتو ما بين كره وكره كندير السلوفان كيف ما كتشاهدوا معايا باش ما تلصقش. وندخلها للثلاجه حتى ترتاح. انا هنا جبت كاع المولات اللي عندي اللي متواجدين عندي، هما اللي غنخدم بهم. عندي دايرين هكا شي كبر من شي المربعين على شكل باطو، هاد المستطيلة والدايرة ديال البانكيك كيف ما كتشاهدوا معايا. باش ما نضيعش الوقت كنعمر كل شيء عاد ندخلهم الفرن. وضروري غنحتاج باش غنقطع العجينة.
غنجيب هنا دابا العجينه ديالنا، غنرش طاوله بشويه ديال الدقيق، غنسرح العجينه، غنخليها ضروري شويه غليظه باش ملي نجيو نخدمو في القالب ما تكونش العجينه رقيقه بزاف. من بعد غنجيب القطاع كيف ما كتشاهدوا معايا، ونقطع العجينة. انا باش ما نضيعش العجينة ديالي كنجيب قطع تحت من القطاع، عاد كنحيد الجوانب. وكنبدا نقاد هكا العجينة، نطلع فيها في الجوانب. عاد من بعد نقاد الوسط باش تجي كلها بحال بحال. ها هو دي وحده اخرى، صراحه الطريقه سهله وكتهني، كتحتفظي بها ما كتخسر ما والو. الا جاتكم العجينه هكا زايده يمكن لكم تقطعوها. كيف ما كتشاهدوا معايا، والطريقه كتكون سهله بزاف، ما تاخذش لكم الوقت وكتهناو. كتهناو منهم. انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع العجين اللي عندي. هادو اللي على شكل باطو حتى هما كيفاش درت ليهم، ملي كناخذ ليهم القطع الصغار غنجيب دابا المول المربع ونقعد نفس الطريقه كنخدم بها كاع الشكل اللي عندي. Thank you.
نجيب هذا المول الطويل، غنحط فيه العجينه كامله اللي سرحت، عاد من بعد نقاد ونقطع. قاد مزيان، ندير هكا الجوانب اولا بالمدلك على حسب اللي بغيتو، الطريقه اللي جاتكم سهله. ضروري صافي كنبداو هكا نقطع عفوا نتقب بالفرشيط كيف ما كتشاهدوا معايا. ضروري لي طارت كامله تقبوها بالفرشيط، اولا كديروا ديك بابي كويسون وكتوضعوا اللوبيا اولا الحمص اللي متواجد عندكم باش ما تنفخش. انا كنفضل هكا كنتقبها مزيان قبل ما ندخلها للفرن. بالنسبه للمول ديال الكابكيك كندير هكا الدوائر ديالنا من الفوق، كنقلب المول وكنبدا نخدم الدوائر. وضروري حتى هما الا بغيتوهم ما يجيوش من الفوقين ضروري كتثقبوهم. انا من بعد ما كملت كاع العجينه اللي عندي غندخلها للفرن حتى تطيب وتحمر ونخرجوها. كيف ما كتشاهدوا معايا لي طاق ديالنا من بعد موجود هما هادو كيفاش جاوا. الصراحه بالنسبه لكيلو ديال الفورص خرجت منه هاد الكميه كامله، كنتمنى انكم تجربوها. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ انا كنجيب سوبيره تكون كتغلق مزيان باش ما يتدخلش البرد للعجينه ديالنا وكتبقى مده طويله. كنتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالنسبه للناس اللي عجبهم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك وشي تعليق زوين، والناس اللي اول مره غيشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.